سميتي مريم نور، عندي 31 سنه، ام عازبه لي جوج اطفال، وكنمر بواحد الظروف اللي هي صعبه وبدون سكن، ما عنديش الخدمه، ما عنديش واحد الاستقرار اللي غنقدر نبدا فيه، ومريت بواحد الظروف اللي هي شويه صعبه اللي خلاتني مغلوقه على نفسي، ما كنقدرش نواجه الناس. وتوفات الوالده في 2021 في كورونا، كنت بنت بوحدي عندها وما عنديش الخوت. ودابا كانت الوالده ميسوره، كانت استاذه ديال الانجليزيه، وشي بركه كانت خلاتها مشات، حتى تحطيت قدام امر الواقع جوج وليدات، ما عرفت شنو ندير. الاب ديال الوليدات بجوج ما كيعاونونيش، قليل، مره في 6 شهور كنت كاريه وما خلصش كره، خرجوني، خرجت. ودابا جالسه غير عند واحد السيده مجلساني انا وليداتي، ودرت هذا اللقاء مع باش نطلب من الناس الا كاين شي قلوب رحيمه، شي مساعده، ماشي اللي كان غير شي ما انا ما عارفه شنو خاص، مي خاصني شي حاجه، حيت بحال هكا كندور في لوفيد. مشيت للجمعيات، مشيت طرقت بزاف البيبان الجمعيه، مشيت لها كيقول لي ما عندكش العائله، العائله فاش خوت الوالده الله يرحمها كنمشي عندهم كيقول لي سيري للجمعيه، انا ما عرفتش شنو غادي ندير. ولا اله الا الله، دابا انا حاطه بنتي عند مربيه وكنقلب على الخدمات، والتسويق ديال الخدمه ماشي بحال ديال المربيه. دابا كنطلب منكم الا كاينه شي مساعده، الله يجازيكم بالخير. وعندي وليد عنده طالع في 14 عام، 13 عنده دابا سبتمبر غادي يطلع في 14، والبنيته عندها عام و 8 شهور. ما بغيتش نفرط في ولادي. ما قديتش نبقى ندور فيهم، دابا البنت حطيتها حيت كنبقى ندور نبقى هزاها وندور بها، مسكينه صغيره بغيت نعطيها، قالوا لي عطيتيها عمرك تشوفيها، وانا ما غنقدش، ميمكنش. شنو انا اصلا حتى الوالده كانت ادوبتياني، فهمتي، ماشي والداني، دونك بقى عندي واحد العقده ديال، اون بليس ابار عقده قلبي ما يقدرش ما يشوفش ولادي. انا دابا قلبي كيتقطع على ولادي، باش يقول لي فيا الجوع، بغيت هادي. لا اله الا الله، قسما بالله بعد المرات ربي بغون كندير لها الماء والسكر، شكون بغا يعطيك؟ شحال واخا نخدم 100 درهم النهار ما قادانيش، والله يطعمنا حلال وصافي. وما بين واحد الاسباب اللي خلاوني فقدت الثقه في نفسي وفقدت المواجهه باش غنواجه العالم، دزت واحد الزواج اللي هو صعيب. كنت تزوجت، ولدي كان عنده 10 سنين، كانت باقي ما عنديش بنيته، تزوجت بواحد السيد ساكنين في عين الشق، كنا عاديين مزيان بخير. الوالده مرضات جاتها كورونا، دخلت للشيخ زايد، ملي دخلت للشيخ زايد تقلبوا عليا، تيقولوا لي انت مسطيه، انت مريضه، حيدوا لي الوراق ديالي، كيجيبوا لي الروقات، كنبقى مربوطه في السداري يومين ثلاث ايام، كيديروا لي ريكوش تاع ناس كبار. ملي كنقول لهم عافاكم علاش ديروا لي، كتقول انت مسطيه، انت فيك المس، كيديوني عند الروقات، انا ما كنغيبش، فهمتي، كنعقل على شنو كاين، كنعقل على اي حاجه، تقرا حدايا قران، انا كيعجبني قران، دونك ما فهمتي ديك الساعه، ديك الصدمه اللي جاتني، ما عرفت واش غادي، واش ما حيتي امي اللي مريضه، ولا انا اللي معذبه، وولدي صغير حدايا تا هو كيشوف امه معذبه، ما عرفت كيفاش صبرت. وبغيت نهرب المره الاولى من عند ذاك الراجل، ما كيخلونيش نهضر في التليفون. جو بونس الفلوس، حيت واحد البركه كانت خلاتها لي الوالده، حيت الا متي انت ولا طلعت شي حاجه الراجل كيورث، هو ماشي اب الولد، هذا غير زواج ثاني. دونك انا هربت المره الاولى، شدوني اجند خوني ربطوني، المره الثانيه هربت جابوني عاوتاني ربطوني، عرفتي كان تربط واحد ربيط في السداري، راه اليدين والفم تا هو مسدود، وليزار ابيض عليك والعصا. انا ما عنديش جدي غنتابع الناس المحاكم، راه الحميه كتغلب السبع، انا المراه بوحدي وعندي وليد، لا حول ولا قوه لي، فهمتي، كلمتي غتكون صغيره مهما كان الحال، الناس كيجيبوا محامين وغيديروا داكشي ما غايسمعوكش، فهمتي. انا دابا الطلب ديالي هو شي مساعده نفسيه، معنويه، ماليه، اي حاجه زوينه ليا.